الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. صل يا ربي عليه صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام، صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام، صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالي والأيام، صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام، صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استطر به لا يضام. ونسألك يا الله أن تجمعنا بنبينا وحبيبنا في خير مقام، وأكرمنا اللهم برؤيته في المنام، وارزقنا جواره وحسن الختام. اللهم ببركة الصلاة على رسول الله صب على بلادنا الخير صبا صبا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ادفع عن مصرنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالد والدينا أحياء وأمواتا، ولأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واشف مرضانا يا رب، اشف مرضانا يا كريم، اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ولا تخيب رجاءنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا يا رب، نسألك الرضا يا رب، نسألك الرضا والعفو عما مضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وحضراتكم. شكرا جزيلا للمنشد الديني الشيخ محمد سواجي، شرفتنا. ربنا يكرمك. والشكر متصل بفضيلة العالم الجليل الشيخ رمضان المعز، كل عام وحضرتك بخير وانت بخير شيخ محمد، كل عام والساده المشاهدين بخير وصحه وسعاده، ونوصيكم بصيام تاسعاء وعاشوراء، وربنا يا رب يتقبل منا صالح الاعمال. كل عام وانتم بخير في رعايه الله.